وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد وضعت الملكة في جهاز جينتر الآن لمدة 4 أيام. لقد قمت بمراقبتها في اليوم الثاني ولم أجد الملكة بأنها وضعت البيض في جهاز جينتر، واليوم هذا اليوم الرابع سأقوم بتفقد الملكة إن وضعت البيض في جهاز أو لا. تابعوا معي إخواني، نبدأ على بركة الله وللتدخين. قلت لكم هي يعني الملكة لا تتعدى 4 أيام ويجب أن تضع البيض في جهاز جينتر، لأنها إذا تعدت الأسبوع سأقوم بتحريرها. إن لم تضع البيض لمدة أسبوع سأقوم بتحرير الملكة، لكن اليوم كما تعلمون فاليوم الرابع منذ أن وضعت الملكة في جهاز جينتر. كنت أضع لي خلية أخرى، كنت أضع الملكة في جهاز جينتر وكانت لا تتعدى 3 أيام وتضع البيض، لكن هذه المرة لا أعلم، ربما لأن الملكة غير معتادة أو لأنها جديدة لذلك لم تقم بوضع البيض، أو أن الجهاز قديم لا ندري إخواني الكرام. رغم أن الإطار الذي وضعته بدأ النحل بتخزين العسل وحبوب اللقاح فيه، لكن في جهاز جينتر لم تضع الملكة البيض. لا أرى أي بيض، لا أعلم ما سبب ذلك، رغم أن الملكة هنا في القفص لكن لم تضع البيض. سننتظرها 3 أيام أخرى إخواني الكرام، فإن لم تضع البيض سأقوم بتحريرها. كما شاهدتم إخواني الكرام لم تضع الملكة البيض، والآن هي محتجزة لمدة 4 أيام ولم تضع البيض. سأنتظر لمدة 3 أيام أخرى، إن لم تقم بوضع البيض سأقوم بتحريرها إخواني الكرام. إلى هنا انتهينا من الشرح. من لدي سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.